المغول في الهند. بعد أن تمكن الإمبراطور المغولي بهادور شاه من التغلب على أخويه، برز تحدي آخر أمامه تمثل في تزايد قوة المراهتا بقيادة القائد ساغو، يصبح الخطر الأكبر الذي يهدد دولة المغول. نشأ خطر آخر على الدولة، وهو ظهور طائفة السيخ. أسس المذهب كورنانينك الذي سلك طريق الصوفية. بعد وفاة كورنانينك تولى على رئاسة الطائفة عدد من الزعماء. تزايدت قوة السيخ في عهد زعيمهم كرو كومانتسنك، وسيطر على الجبال وحارب بالبنجاب. ثم حدثت هدنة بينه وبين المغول، لكن تم اغتياله وألصق أحد أتباعه التهمة بالمسلمين، فنشب عداء كبير بين الطرفين، وتوسع السيخ في البنجاب واحتلوا قلعة سرهند، فقتلهم السلطان المغولي وأخمد ثورتهم. توفي بهادور شاه، وبعد وفاته حصل صراع على السلطة بين أبنائه، إلى أن تمكن ابنه جيهان دارا الشاه من الاستئثار بالحكم. وكان ابن أخيه فاروخ سير بن عظيم الشأن موجودا في بيهار، وكان قد أعد القادة من حوله لمؤازرة أبيه. فلما أتى خبر موت أبيه، جمع جيشا واتجه إلى العاصمة، وبعد قتال عنيف انتصر جيش فاروخ سير واستولى على العاصمة وجلس على العرش. اعتمد السلطان فاروخ سير على الشريفين عبد الله وحسين، وهما من السادة الأشراف الحسينيين، وسماهما بالإمارة، فأصبح الملك وشؤون الدولة بأيديهما. ازدادت بعد ذلك المكائد والصراع على العرش، وعمل السلطان على التخلص من الشريف حسين، لكن المحاولة فشلت، وأصبح الشريف حسين سيدا مطلقا على الدكان. فثار الشعب ضد الأشراف، فاستعان الشريف عبد الله بأخيه الشريف حسين الذي جاء لنجدته مع جنود المراهتا من الدكن، لكن الشعب هاجمهم وفر الجنود المراهتا. ورغم ذلك فإن السلطان لم يقوى على مهاجمة السادات، فاعتقلوه وحبسوه، وجاءوا بحفيد السلطان بهادور شاه المدعو رفيع الدرجات، وأجلسوه على العرش عام 1131 للهجرة.